قامت المديرية بمباشرة الأعمال على مستوى بلدية وادي الشعبة يوم الخميس 9 جوان 2022، قام الأعوان بتركيب عدادات الكهرباء على مستوى قرية أو منطقة عمارة والتي تشمل 10 سكنات، واليوم المتواجدون بمشتة حواس لتركيب عدادات الكهرباء ووضع حيز الخدمة، وهذا المشروع متواصل إن شاء الله حتى يشمل يعني المناطق الظل على مستوى ولاية باتنا. ودرك هام راح نتلقون الترسيتي إن شاء الله ولاباس بربي ان شاء الله. وهذا الخلق هذه كل كانت تعاني، والله كانت تعاني صح، يعني جيران هذه كل كانت تعاني من السلفه من عند بعضها. كيما انا نشرب فيا الباطل، ما كانش والو، ما كنت على الظلمه. اليوم راهي فرحه كبيره الحمد لله، كي جاوا راح يركبوا لنا هنايا العده تاع الكهرباء، وهذا بعد جهد جاهد وصبر حديد، ورحنا للوالي وباسبار لا وباسبار لا، واليوم الحمد لله جون سي با كومون مي الحمد لله.